وينضم إلينا هاتفيا العميد ركن دكتور علي سالم الطنيجي، مدير عام العمليات المركزية الاتحادية بوزارة الداخلية. نرحب بك سعادتك معنا في نشرة علوم الدار. كيف تصف الجاهزية والاستعداد للتعامل مع هذا المنخفض الجوي؟ مساكم الله بالخير جميعا. الحقيقة بداية أسرنا أن نكون معكم في هذا اللقاء الإعلامي لنؤكد بأن وزارة الداخلية تعمل على تنفيذ خطة استراتيجية وعدت للتخفيف من آثار المنخفض الجوي، ومثل ما سمعنا من مركز الأرصاد بأن الدولة تأثرت بها بشكل عام ابتداء من مساء اليوم الاثنين 15 أبريل والمتوقع لغاية يوم الأربعاء إن شاء الله 17 أبريل. تواصل جميع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والمركز الوطني للأرصاد والشركاء الاستراتيجيين الجهود في الاستعداد للتعامل مع آثار المنخفض الجوي بسرعة واحترافية عالية وفق خطط استباقية لضمان سرعة الاستجابة وتسخير كافة القدرات الوطنية حفاظا على أمن وسلامة الأفراد والممتلكات في دولة الإمارات. سعادة العميد، ما هي أهم معايير وإرشادات السلامة في مثل هذه الأحوال الجوية المتقلبة والمتطرفة أحيانا؟ أولا نحن صراحة ندعو الجمهور الكريم أثناء المنخفض الجوي بأهمية الالتزام بتعليمات الجهات المعنية، وهناك بعض من الإرشادات الوقائية الهامة نتمنى من الجميع إن شاء الله اتباعها، وتمثل في البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار وعدم المجازفة بالخروج، إضافة عدم المجازفة بالدخول الحقيقة إلى تجمعات المياه والأودية بالمركبات أو حتى سيرا على الأقدام، وتجنب ارتياد البحر، التأني عند القيادة والابتعاد عن السرعات العالية والالتزام بقواعد السير خاصة عند تدني مدى الرؤية أثناء هطول الأمطار، العمل على تثبيت الأجسام القابلة للتطاير وتأمين المركبات بفعل الرياح والأمطار القوية المتوقعة، وأهم حاجة إن شاء الله الاتصال على رقم الطوارئ الموحد على مستوى الدولة هو 999 لأي حالة طارئة لا قدر الله. نسأل الله السلامة. كنت معنا العميد ركن دكتور علي سالم الطنيجي، مدير عام العمليات المركزية الاتحادية بوزارة الداخلية. شكرا جزيلا سعادتك.